العلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا، للمرضى في الرحمة أمل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذا اليوم. الحقيقة أنا عايز أتكلم النهاردة عن موضوع كنا اتكلمنا فيه قبل كده أكتر من مرة، ألا وهو أورام المخ ما بين العلاج والعلاج الإشعاعي أو الإشعاعي. الحقيقة النقطة دي أثارت جدل كتير جدا في بعض المرضى اللي بيترددوا على السادة زملاء المخ والأعصاب، وتلقيت بعض المكالمات والاتصالات منهم، وجاني بعض الناس منهم الحقيقة بيوصي إن يتعمل له علاج إشعاعي أو علاج بالليزر بدل ما يعمل عملية جراحية. فحبيت النهارده اتكلم عن الموضوع ده، ايه اللي ممكن ينفع للمريض ده وما ينفعش لمريض اخر. الاول خلينا نتكلم على انواع اورام المخ والمنشأ بتاعها. اورام المخ الحقيقه فيه اورام بتطلع من المخ نفسه او من خلايا المخ، وفي اورام بتطلع من الاغشيه المحيطه بالمخ. الاورام بتطلع من جوه المخ اللي هي الجليومز وانواعها كلها، سواء كان جريد 1 او 2 او 3 او 4، والأماكن بتاعتها مختلفة، والدرجات بتاعتها برضو مختلفة، وتصرف كل مرض أو البيهيفير بتاعه في الانتشار في المخ أو في الأماكن المحيطة مختلفة. الأورام التانية اللي بتطلع من الأغشية المحيطة المخ أكترها اللي هو المينجيومز، ده أكتر شيوعا مرض يعني، والأورام دي ليها أماكن بتظهر فيها، ومعظم الأورام دي كلها تبقى في اتجاه حميد، يعني لو شلناها كلها ما سبناش أي جزء منها ما بيرجعش الأورام ده تاني. أكتر حاجة دولت. في نوع تاني بيجي بقى أورام للمخ جاية من أورام تانية موجودة في الجسم، بيسموها ثنويات الميتاسيس، اللي هي ثنويات في المخ من ورم موجود في الجسم من مكانتين. تفاصيل الحكاية دي كلها ما بين ورم من الخلايا أو ورم من الأغشية أو ورم من خارج المخ، ده بيتحكم فيه ثلاث حاجات: حجم الورم ده قد ايه، مكانه في ناحيته، الحاله العامه للمريض او الحاله الصحيه العامه للمريض. الثلاث حاجات دول كده بنحكم بيهم هل المريض ده ينفع ليه عمليه، لا ينفع ليه علاج اشعاعي، لا ينفع ليه تدخل بمنظار، بنحدد حسب الحاجات دي. طيب لنفرض ان ورم جاي في أي مكان في المخ، وده ورم جليومز، لو حجمه صغير أحسن حاجة ليه بناخد بيوبسي بحاجة اسمها ستيريوتاكسي، والعينة دي نقدر ناخدها والمريض صاحي ببنج موضعي والمرضى بتأثرش، سواء كان حالة المريض دي حالته كويسة أو حالة مش كويسة، لأن حجم الورم صغير وبيبقى موجود في أماكن في عمق المخ، والعينة بتقول لنا درجة الورم ده قد إيه، وبنحدد بعدها جلسات الإشعاع اللي بياخدها ونسبة التحسن بتاعها قد ايه. طيب لو كان الورم كبير شوية بس برضه في عمق المخ بنفس الاتجاه، طب لو ورم صغير أو كبير وعلى سطح المخ، حسب حالة المريض، لو حالة تسمح بإجراء عملية بنقدر نعملها له، واستئصال جزء كبير من الورم ده بالعملية بيحسن حالته، وبيضطرنا بعد كده لما نديله علاج اشعاعي او كيماوي بنخلي الجرعات نفسها صغيره. طيب لو عملنا مثلا لمريض عمليه وشلنا جزء كبير وفي جزء تاني اتساب جوه المخ، نظرا ليه ان هو مثلا ماسك في شريان او ماسك في مكان حساس في وظائف المخ او في مركز من المراكز، لو اضطرينا لكده لازم المريض يبقى فاهم قبل العمليه احنا بنعمل له ايه، وبنقول له احنا هنعمل كذا وهنسيب كذا، وده بيبقى واضح في الأشعة وبيوضح أثناء العملية نفسها، وبيبقى موافق على الكلام ده. طب لو ما وافقش بيبقى من الأول ياخد علاج إشعاعي، بس بيبقى نسب التحسن بتاعته أقل، الجرعات أطول شوية، والآثار الجانبية للإشعاع أو العلاج الكيماوي تبقى أكثر وضوحا عليه من حد تاني. طيب بنتكلم بقى عن مكان الورم لو في المخ. المكان ده مهم جدا لسببين: في أماكن في المخ ما ينفعش فيها جراحات، والجراحة نفسها تسبب أثر أكتر ما يسببه الورم نفسه، زي جذع المخ مثلا، لو فيه ورم داخل جذع المخ مش جزء كبير منه خارج وجزء صغير جواه،
لان في بعض اورام جزء المخ بيبقى في جزء صغير جوه جزء المخ وجزء كبير خارج بره. ممكن نعمل عمليه في الحاله دي واشيل الجزء الخارجي لكن الجزء الداخلي ده بسيبه. طيب لو في عندي ورم في البيزل جانجليا او السلاموس او جنب الانترنال كابسول في اماكن في عمق المخ وكلها جنب اماكن حساسه جدا ما بين مراكز حيوي الحركه ما بين مراكز بتؤثر في وعي الانسان ما بقدرش اعمل لها حتى لو كان حجم الورم ده كبير. لو هستأصل جزء صغير بعمله بجهاز السيروتاكسي. احيانا بنعمل حاجه اسمها النور نافيجيشن اللي هو اخش برضو عن طريق ثقب صغير جدا في الجمجمه ما بيتعداش حوالي سنتي واخش بيه حاجه زي الانبوبه كده اشتغل منها اعمل اللي انا اقدر عايز اعمله سواء كان بقى الورم ده كله سوليد كتله يعني او في جزء سيستم في جزء سائل اشفط السائل واخد جزء من الكتله دي كده واحللها واقدر برضو احدد انواع الورم وبقلل حجم الحاجات اللي بعملها بعد كده. طيب لو عندي ورم صغير او كبير لكن حاله المريض لا تسمح الكلام ده كله على الاتجاهات الجراحيه ومفيش اتجاه اشعاعي خالص. لو عندي حاله المريض ما تسمحش ان اعمل له اي اجراء بتخدير او ببنج كلي بعمل ايه؟ بضطر الجا لحاجتين يا اما اعمل عينه بالستيروتاكسي وده بنج موضعي وده ما بيأثرش على الصحه العامه ثم يتبعه علاج اشعاعي او كيماوي. طيب لو المريض ده مش موافق على كده بنعمل حاجه اسمها بعض الفحوصات بتدينا دلاله حد من 98% اللي هي الام ار سبكتروسكوبي بتدي دراسه لبعض الخلايا ان اقدر اقول ده الورم ده حميد بنسبه كذا او مش حميد بنسبه كذا وحدد بعديها علاج اشعاعي وكيماوي. بعض الناس بيوافق على كده وبعض الناس لا اللي هو الناس اللي هي مقصود بالناس يعني اللي هم الدكاتره اللي بيدوا علاج اشعاعي وكيماوي بيوافقوا على الحاجات دي وبعض الناس ما بتوافقش فلك لازم اخد عينه من الانسجه نفسها واحللها. طيب لو حاله المريض كويسه وعنده ورم صغير في جزء خارجي للمخ ده ممكن نعمله وبيخرج عادي جدا مفيش اي مشكله ما لم يكن الورم ده نوعه مش كويس نوعه خبيث. طب لو ورم المنجيومز حميد بيتعمل بقى كويس قوي لو هو على اي جزء من سطح المخ. في بعض الاورام الحميده زي المنجيومز بتيجي في قاع جمجمه وفي اماكن حساسه جدا والمريض الحقيقه بيبقى ما بيشعرش بيها الا لما يحصل تضخم لحجمها زياده او حصل له بعض الاعراض فهو اهملها شويه وبعد كده الموضوع بدا يظهر عليه فبدا يعمل اشعاعات ولما نشوف حجم الاشعه والورم فيها بنلاقي حجم الورم كبير قوي في الاشعه. في الحالات دي رغم ان الورم حميد علشان مكانه بنضطر نعمل حاجتين نستأصل ما يمكن استئصاله من هذا الورم باستخدام حاجات كتير جدا دلوقتي في عمليات وبتدي عوامل امان للمريض وما بنحاولش نخاطر بالمريض حتى لو في جزء هيتبقى بنديه بعد كده علاج اشعاعي وكمان. الوسائل الموجوده حاليا هي ايه؟ النور نافيجيشن احيانا فيه بنستخدم جهاز بيفتت الورم ويشفطه. في احيان تانية بنستخدم الكوترايزيشن بنكوي اجزاء ونسيبها لان مش عارفين نسلكها من اماكن حساسه في المخ. معانا اتصال. يسرى اتفضلي حضرتك. الو. ايوه اتفضلي حضرتك. ايوه يا دكتور انا دماغي بيوجعني بس ممكن تعلي صوتك شويه؟ أعصابي بقى بتوجعني مع دماغي بتتوتر. علي صوتك لو سمحتي. طيب زي ما احنا بنقول لو عندنا ورم في قاع جمجمه وفي اماكن او لامس اماكن حساسه شويه او متداخل مع بعض الشرايين الكبيره في المخ وبيصعب استئصال الورم ده وان انا اسلكه من الشريان ده بسيب الجزء ده واحيانا بستخدم البايبولر ان ناكل الجزء ده واسيبه والجسم بيتفاعل معاه وعاده لو صغير ما يبانش وعشان ينمو او يكبر تاني بياخد سنين من 10 ممكن ل 20 سنه. لو الجزء اللي انا سبته ده مش قادر اكويه
لانه ماسك مثلا في عصب زي جنب عصب العين مثلا، او ماسك في عصب تاني اللي خارجين من جذع المخ، ممكن اسيبه وباخد بعد كده جاما نايف او علاج بالاشعاع بيسلط على الجزء ده مباشره، وتحديد حجم الاشعاع تقريبا بياخد مساحه من نص الى سنتي، فبيبقى محدد جدا على مكان الورم ده. طيب في عندنا بعض الاورام اللي بتبقى في بطينات المخ، سواء كانت اورام حميده او غير حميده، لكن معظمها عاده بيبقى استئصاله سهل جدا. معنا اتصال او مبدله، اتفضل حضرتك. بعد اذنك يا دكتور، انا كان معايا ابني الكهرب وكده يعني، فكان لما جت الكهرباء عملته، فحصلت له، عملنا الاشعة وكده، اتحجز في حوض الضرس وكده، فقالوا لي ان عنده ضمور في المخ، قالوا ضمور وكده. فدلوقتي يا دكتور بيقول الحالة خطيرة، فاتقلب لحاجات، عملوا له حنجري، وبعد الشق الحنجري فتحوا له، وعملوا له طبعا ما بيركبوا له الكلات والحاجات في الرقبة وكده، معلش. فراح عملوا له جات له جلطة، راحت بعد كده راحت نازله على صمام القلب، بعد صمام القلب بنبص لانها حولت على دراعه الشمال. وبعد كده يا دكتور بنبص لقينا المعدة من العيد لغايه دلوقتي عمالة ترجع، مش راضية تبقى ترجع خالص يا دكتور. حالة ابني عمالة تسوء خالص، وانا مش عارفة اعمل ايه. هو بقاله قد ايه؟ طيب الحقيقة يمكن ام بلد بتتكلم على موضوع بعيد شوية عننا، لكن احنا اثرنا هذه النقطة في بعض الحلقات قبل كده، وقلنا لما الانسان بيصاب بالكتريك شوك، بصدمة كهربية، وبتدخل الشخص ده في غيبوبة، لما بتطل الغيبوبة دي كده بيبقى تأثيرها على المخ انها بتعمل ضمور او توقف جزئي في بعض وظائف خلايا المخ. ممكن يبقى جزء من المخ مش شغال، او جزء شغال بس مش شغال بالدرجة الكفاية، وجزء متوقف تماما. لما بيحصل كده المريض ده بيدخل في غيبوبة طويلة وبيتعامل كأنه مريض غيبوبة، والحالة التحسن بقى بسيط قوي بالتعامل لما بيحصل مضاعفات في الحالة دي لطول فترة الغيبوبة، ان بنركب رايل اللي هو خرطوم ندي فيه بعض الأغذية للمعدة، وزي ما هي بتتكلم كده بتقولك ان فيه بيرجع الأكل بيثبتش في المعدة عنده. ثم لو المريض دخل في مضاعفات أخرى زي أن حطيناه مثلا جهاز تنفس صناعي وخايفين من حصول ضمور في حلقات مجرى الهواء التراكية، فبنعمل شق حنجري عشان نجنبه الحكاية دي. لما بنوصل للمرحلة دي بقى الموضوع متأخر شوية ونسب التحسن قليلة، لكن كلها وسائل وربنا فوق الناس كلها، وممكن الشفاء يجي على عكس الواحد ما بيتوقع، واحنا كلها بناخد بالاسباب، والدواء لوحده مش هو اللي بيشفي، اللي بيشفي ناس ربنا. الكلام ده لازم يبقى واضح قوي في معامله المريض والناس المحيطين بيه، علشان ما يتوقعوش ان لما هدي دواء معين المريض ده يفوق. وفي بعض الناس يقوم يقول لك ده اديله مثلا عيان كان كذا وادينا له دواء كذا ففاقه بقى كويس. لا، هو الموضوع مش كده، هو الموضوع حسب كل حاله وضعها ازاي والتعامل معاها ايه. ونسأل الله الشفاء يعني لابن ام بلال. الحقيقه معانا استاذ محمد، اتفضل. ايوه اتفضل يا استاذ محمد. ايوه يا دكتور، اتفضل حضرتك. والله يا دكتور انا عاوز اسال على الوسواس القهري. بص يا استاذ محمد، هو الوسواس القهري ده تخصص امراض نفسيه اكتر ما هو تخصص امراض عصبيه، وانا الحقيقه انا تخصصي جراحه المخ والاعصاب، ف يعني انصح حضرتك باتجاه لحد من الزملاء امراض نفسيه، لان الموضوع بيحتاج جلسات مطوله وعلاج فترات طويله. معانا استاذ محمد اسكندريه، اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال عن ورم في الكبد؟ اتفضل حضرتك. هو انا كان عندي فيروس من 20 سنه وحصل فيه اورام في الكبد، وحللنا الفا فيتوبروتين طلعت 4000 وكده، فعملت حقن داخل الكبد. تمام. وبعد الحقن حللنا الفا فيتوبروتين نزل الى 200 وبدا يزيد من ثاني، فوصل 600 ثاني. فالدكتور اللي حقن قال لي كده يبقى هنعمل حقن للمره الثانيه. فعملنا اشعه مقطعيه، لقيت مفيش حاجه ظهرت جديده بعد الحقن الاولاني في اورام، ولكن الالفا فيتوبروتين بتزيد فعلا. طيب بص يا استاذ محمد، عشان بس ما اطولش عليك، هو احنا بنتكلم على اورام المخ،
اورام الكبد والجهاز الهضمي الحقيقه في مراكز موجوده داخل الجمهوريه كل تخصصها او تخصصها الوحيد هو امراض الكبد بما تحتويه، سواء كان امراض فيروسات او وجود بعض الاورام والتعامل معها ازاي. وفي دلوقتي بيعملوا كتير قوي كي للورم ده عن طريق ابره بتخش من الجلد، وبيعملوا استئصال لفصوص من الكبد لو فيها بعض الاورام. ودلوقتي بنعمل زراعه كبد جديد، ما بيتاخدش الكبد كله لكن بيتاخد فص بيتزرع، وده بيقدر يؤدي الوظيفه. ففي تدخلات كتير جدا في موضوع الكبد ده واماكن مخصصه للموضوع ده. معنا اتصال. ام عمار اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ لو سمحت يا دكتور، انا من 6 سنوات كده كان عندي كسل في بعض خلايا المخ. بيجيلك في شكل ايوه بيحصل لك ايه؟ مؤثر على العصب بتاع العين اليمين. بيحصل لك في شكل ايه الكسل في وظائف خلايا المخ؟ مش عارفه والله، انا عملت الاشعاعات والدكاتره قالوا لي حاجه زي كده، بس بتجيلي صداع شديد في وتنميل في اطرافه كلها الاربعه، وتنميل في دماغي برضه، واثر على العصب نفسه بتاع رقبتي، واخدت حقن اللي هي الكورتيزول دي، خدت 6 حقن، بس ما زال التعب زي ما هو برضه والحمد لله. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 39. عملت فحص قاع عين وحد قال لك في ارتشاح؟ أيوة في عصب ايه؟ عملت فحوصات كتير. لا قاع العين و لا العين ما فيش فيها اي حاجه. تمام. وعملت اشعه رنين على المخ؟ اه. وقالوا لك في كسل زي ما بتقولي كده؟ لا. هم قالوا لك ايه؟ ايوه. طيب بص يا معمر، هو لو في مشكله صحيه بتظهر في موضوع كسل او ضعف في الدوره الدمويه بالنسبه للمخ، بيبقى ليها اعراض مختلفه بنسبه متفاوته بين الناس وبعضيها، وحسب مكان الضعف ده اكتر فين. يعني لو في الفص الامامي ليه اعراض، لو في الفص الخلفي ليه اعراض، لو في مكان الكلام او الحركه او الابصار، كل حاجه ليها اعراض مختلفه. كل مكان من ده ليه طريقه في العلاج، وبيعتمد على حاله المريض والاشعه. فيعني حضرتك ممكن تتوجهي لبعض الزملاء يدي حضرتك بعض الادويه المنشطه للدوره الدمويه المخيه، وفي بعض الادويه الموجوده بتنشط خلايا المخ بتخليها تؤدي وظيفه احسن شويه، وده بيحسن الحاله نفسها ان لم يكن فيه التهابات موجوده في المخ غير موضوع ضعف في خلايا المخ. معنا اتصال. ام يوسف اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 2.5 شهر دلوقتي. وكان مولود كويس والحمد لله، وبعدين جاله جفاف ودخل الحضانه. وبعدين جاله نزيف في المخ. تمام. وبعدين بعد شويه قالوا ان قعدنا نعمل له اشعاعات مقطعيه وبتاع، فالنزيف وقف الحمد لله، وبعدين عمل احتباس السائل المخي. تمام. هو الوقت محتاج يعمل عمليه، فعايزه استفسر يعني هو ممكن يبقى طفل طبيعي زي بقيه الاطفال او كده لما يعمل العمليه دي؟ لو هو كان طبيعي قبل الموضوع ده ما يحصل؟ اه الحمد لله كان كويس، قعد معايا 11 يوم في البيت بعد الولاده، وبعد كده حصل له الجفاف ده وحصل له المضاعفات اللي حصلت دي. طيب حاليا اخباره ايه؟ بياكل كويس مثلا او بيرضع كويس؟ اه بيرضع كويس. حاجه الحمد لله. طيب تمام. هو لما بتركب حضرتك الصمام اللي بتعمل ده علشان احتباس السائل جوه المخ، الصمام ده بتركب ما بين المخ والبطن وبيصرف السائل ده. لو وظائف المخ كلها كانت شغاله كويس يبقى طفل عادي جدا، مفيش فيه اي فرق بينه وبين الاطفال العادي التانيين. لو في مشكله في بعض الاماكن في المخ بتبقى حسب المكان. وضحت الصوره بالنسبه لحضرتك؟ ايوه. فان لو اتعمل له صمام بالنسبه له علشان الميه دي ولا حاجه، بيبقى عادي جدا. الحقيقه احنا بنكمل موضوعنا عن الحالات اللي يمكن عمل اشعاع او جاما نايف بالنسبه لها، وهي اورام في المخ سواء كانت بقى كبيره او صغيره، وسواء كانت بقى حميده او غير حميده، واماكنها فين. اول حاجه لما قلنا لو هنتجه للاشعاع ده، لو المرض هو نفسه اللي رفض، يعني المرض عنده ورم ممكن تعمل عمليه لكن هو رافض، او لو حالته الصحيه ما تسمحش ان اقدر اعمل له عمليه، او ان يكون الورم ده حجمه صغير حتى لو حميد،
وفي مكان العملية أخطر شوية من الإشعاع، وده بيحدده الجراح اللي بيشتغل وبيقول المريض المكان في الحتة الفلانية وتأثيره كذا، ولو عملنا عملية هيبقى تأثيره كذا، ولو عملنا إشعاع هيبقى تأثيره كذا. الحاجة التانية إن بعض الأورام في أماكن العمق أو في الأماكن الحساسة حتى لو كانت حميدة، الدخول وإجراء عملية بالنسبة لها أحيانا بيؤدي إلى مضاعفات أخطر بكتير من الإشعاع، وبننصح مرات في الحالة دي نعمل الإشعاع. الحاجة اللي بعد كده لما بنقول المريض ده ما ينفعلوش إشعاع لازم يعمل عملية، بيكون في الحالة دي حجم الورم نفسه كبير، سواء كان بقى في عمق المخ، سواء كان في قاع جمجمة، سواء كان حميد، سواء كان غير حميد، جاي من داخل المخ أو من خارج المخ، كل دي عوامل ما بتهمناش لأن الحجم نفسه كبير والمريض ده محتاج لإجراء جراحة. معنا اتصال. أستاذ جمال اتفضل. أيوة فندم. اتفضل حضرتك. معايا طفل اسمه بلال في السويس بيتعرض لإشعاع كهربائي. فليه دلوقتي 4 شهور في العناية، كان حصل له انبجاج في الكهرباء ضمور في الفص الشمال من المخ. تمام. فما زال دلوقتي في العناية. على جهاز تنفس صناعي؟ لا، اتشال من جهاز التنفس الصناعي محطوط على الأكسجين حاليا. تمام. بياكل ويشرب ولا بياخد الخرطوم؟ لا ما بياكلش، هو بيرجع دلوقتي دي حوالي شهرين نظام ترجيع عنده. ده نفس الطفل بتاع ام بلال؟ ها؟ ده زي الطفل بتاع ام بلال اللي كنت بتكلم عليه؟ ايوه فندم. هو الشخص يعني؟ ايه؟ هو نفس الطفل؟ هو نفس الطفل. بص يا استاذ جمال، هو بالنسبه لحالته لما توصل لمرحله زي كده وانت بقالك حوالي 4 شهور على هذا الموضوع، بيبقى التحسن بتاعه بطيء نتيجه توقف وظائف خلايا المخ بشكل جزئي او بشكل كلي في بعض الاماكن، وبيبقى الرجوع ليها مش مستحيل، لكن بالناحيه الطبيه بيبقى صعب، وبنسمي الحاله دي يسموها فيجيتيف ستيت، اللي هو حاله يدوب انك تاكله وتقلبه وكلام من ده، لكن ما بتضمنش رجوع الوعي ليه ورجوع وظائف خلايا المخ. وفي الحالات دي بنفضل نديه الرعايه بشكل مستمر، وبندي بعض الادويه اللي هتنبه المخ ما لم يحدث تشنجات او بعض الدخول في اثار جانبيه من الدواء. في الحالات دي بنوقف الدواء وبنغير. في كل الاحوال لما بدي حاجات تنبه المخ وبعمل رعايه المريض ده املا في ان ربنا يجيب الشفاء، لكن التحسن بتاعه بقى صعب من الناحيه الطبيه. معنا اتصال. امة الله اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. انا دكتور عندي 30 سنه وعندي دوخه دايما باستمرار وزغلله وكشفت. طيب الحقيقه الاتصال ده يعني شكوى عامه، ما هي شكوى محدده، ان الواحد يحصل له دوخه، يحصل له زغلله في العين، يحصل دايما همدان ومش قادر يمارس حياته العاديه بشكل منتظم. الكلام ده كله بيبقى في حاجات عامه مشتركه وحاجات خاصه. يعني اشهر حاجه في الحكايه دي الانيميا، لو حد عنده انيميا او نقص في الهيموجلوبين بتاعه، والنقص ده بيؤدي الى ضعف الاكسجين اللي راح الانسجه، يعمل دايما الهبوط والكسلان والدوخه والدم اللي راح المخ مش كفايه وهكذا. زغلله العين نفس الكلام، لو الضغط واطي بيدي نفس التاثير. بعض الاحيان يبقى في مشاكل في الاذن الداخليه تعمل دوخه وعدم اتزان، واحيانا توصل للقيء كمان. الكلام ده كله عوامل مشتركه، فالمرض زي كده بنحب دايما انه يتفحص كويس ويقيم حالته وبالتدريج، والاولى في الاول بمعنى اعمل صوره دم الاول وافحص مرضي اشوف ضغطه عامل ازاي، اتظبط الاثنين او الاثنين كويسين ابدا اشوف حاجه ثانيه وهكذا. معنا ام محمد اتفضل حضرتك. السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا اخويا من سنه 2003 كان عنده على في زوره، يعني كان في زوايد لحميه على الحبل الصوتي. المهم دخل عمل جراحه، الاول عمل مناظير وبعدين عمل جراحه. الدكتور شال له الحبل الصوتي، وبعدين لما في معامل، لما خدوا العينه في معامل ومعامل كبيره طلعوا الورم مش حميد، وبعد وفي برضه طلعوا حميد. المهم الحمد لله يعني الاغلبيه طلع حميد وكده. فعاش من 2003 لحد دلوقتي زي 9 سنين، والحمد لله ما فيش اي حاجه. كل كام شهر بيعمل مناظير.
بدأ يشتكي تاني لما راح عمل منظار لقوا برضو على الحبل الصوتي اتكون تاني. طبعا صوته من سنة 2003 حبيبي بقى يعني شبه بيسمع لأنه شال الحبل الصوتي وهو كان حميد. فالمهم دلوقتي لما برضو كل شوية يعمل عملية. المهم خدوا عينة برضو المرة دي للسنة دي خدوا عينة وحللوها برضو في معامل يطلع حميد ما بين معمل حميد وما بين معامل تانية برضو خبيث. ف يعني بصراحة طلع برا. لما طلع برا الحمد لله من اول من التحليل او التاني طلع حميد ويعني قعدوا يتأسفوا ازاي الحبل الصوتي اتشال وانت يعني زي الظلم وكده. المهم فقعدوا يديله علاجات والحمد لله بقى كويس وكده. فنزل ما نزل لقوا في حتة كده على الحنجرة نفسها مش على الحبل مش على الحبل الصوتي. فلما خدوا عينة منها من على الحنجرة دي فطبعا برضو المعامل طلعوا خبيث وفي معامل تطلع حميد. اللي طلع حميد بيقول اللي على الحبل الصوتي في حتة على الحبل الصوتي حميد الحمد لله. وفي اللي هي الحتة الصغيرة اللي على الحنجرة دي بيقول ورم صغير. فلما حللوها قالوا دي خلية من الدرجة الثانية. طب ايه المشكلة حاليا بقى؟ فده ممكن يكون خبيث يا دكتور ولا ايه؟ المعمل في المعمل الاكيد اللي احنا بنثق فيه بيقول دي خلية ويعتبر يعني مش خبيث بس من النوع الثاني ما اعرفش يعني خلية. طيب حاضر. ولي اشعاع ولا لا يا دكتور؟ لان كلهم بيقولوا لازم يعمل اشعاع وناس بيقولوا له اعمل موجه والموجه ده لسه جديد وما حدش يعرف عنه حاجه. طيب. الله يرضى عليك يا دكتور فدنا. حاضر. الله يرضى عليك. حاضر. لان يعني صوته بيروح والورم اللي على الحنجره ده مش عارفين له. طيب بص يا حاج عشان بس اورام الحنجره بتبقى اماكن حاسه شويه لان في موجود جنب الحنجره والاحبال الصوتيه ان الشخص اللي بيتعرض لبعض الاورام في الاماكن دي بيبقى التعامل معاه بحذر لسببين، عشان الاحبال الصوتيه لانه ممكن يفقد صوته لو الاحبال الصوتيه حصل فيها حاجه، او الاعصاب المؤديه للاحبال الصوتيه اللارينجال نيرف والكلام ده مسؤول عن تحريك الاحبال الصوتيه، لو اتاثر بالاشعاع او بالجراحه اللي بتحصل ممكن يؤدي لفقدان الصوت. الحقيقه الاشعاع دلوقتي حصل فيه طفره كويسه قوي بالنسبه للتقدم، والإشعاع الموجه نفس الكلام ويبقى محدد جدا على المكان اللي احنا عايزينه. الحاجة التانية لما بيحصل قراءة من أماكن المعامل أن ده بقول حميد وده بقول خبيث بناخد أكتر من رأي في نوع الورم ده أو نوع الأنسجة دي وبنعمل بعض التحاليل اللي تؤكد الكلام ده أو تنفيه. يمكن هي غالية شوية لكن بتعمل وفي الآخر بنوصل لقرار نهائي وبنتعامل عليه. لما بنعمل كده بندي امان للمريض اكتر. معنا فاطمه من سوهاج في دار حضرتك. الو الو. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام وبركاته. ايوه لو سمحت يا دكتور انا معايا بنتي عمرها دلوقتي 16 سنه. تمام. بنت عمرها 16 سنه فكانت بتشعر بصداع مستمر وتنويم في الراس. تمام. هل يكون مرض خبيث ولا حاجة في المخ يا دكتور؟ بس لها 10 سنين دلوقتي. طب حضرتك هي بتصحى من النوم يحصل لها قيء أو يحصل لها هضمات أماء؟ نعم. بتصحى من النوم على قيء أو لا لا ما فيش قيء ولا حاجة. في نوبات أغماء بتحصل؟ لا لا ما فيش قيء ولا حاجة. بس هي بيحصل لها صداع في الجبهة كده وتنميه في الراس. طيب حاضر. واحيانا بتقول لك عينيا مش شايفاش بيهم يا دكتور. حاضر حاضر حضرتك حاضر. الحقيقه الحاجه فاطمه بتتكلم على اعراض وجود او اشتباه وجود ورم في المخ. الاعراض دي احنا اتكلمنا عليها في حلقه طويله جدا وقلنا بتتشابه مع حاجات كتير قوي، لكن لما بيبقى عندي شك ولو بسيط ان المريض ده يكون عنده حاجه زي كده يستحسن اعمل له اشعه على المخ. كنا زمان بنعمل نفضل اول اشعه مقطعيه ثم اشعه ترانين، دلوقتي لما بيبقى عندي اشتباه بعمل اشعه ترانين من الاول وبعمله رنين عادي، ولو شكيت في اي حاجه
وانا بشوف الاشعه نفسها بقول نعمل اشعه بالسمع، وده دكتور الاشعه نفسه بيقدر يقول هذا الكلام. الحقيقه يمكن اشهر اعراض لوجود ورم في المخ انا هتكلم عنها، ومش هتكلم على وجود اعراض متشابهه مع حاجات تانية. اكتر اعراض ان يحصل ايه؟ صداع بمفاصلات معينه، او نوبات اغماء، او ضعف بجزء من الجسم مع بعض الحاجات الاخرى. للصداع ده مثلا يصحي المريض ده من النوم، يبقى معاه نوبات قيء مستمر، يبقى معاه نوبات اغماء، احيانا يبقى مصاحب بتشنجات. الكلام ده كله بقى مع بعضه، ورغم كده في بعض الناس بيحصل لها الكلام ده مش عندها حاجه. فالفيصل في هذا الموضوع او الاكيد ان انا اعمل اشعه. طيب بعض الناس بيبقى عندها اول ما يحصل موضوع لا يحصل لا صداع ولا يحصل قيء ويحصل اغلاق في عين، بيحصل لهم ضعف في جزء من الجسم فجاه كده يبدا يظهر، ويشتبه على بعض الناس ان ده جلطه في المخ او نزيف او كده، وما يبانش الا لما يعمل اشعه. لما بيحصل كده المريض ده لازم يتوجه فورا، ما يتاخرش، لان المرض الورم ده بينمو بقاله فتره وبيضغط على المخ وبدا يظهر عليه الاعراض. معنا اتصال. بسمه اتفضل حضرتك. ايوه يا دكتور. ايوه اتفضلي. لو سمحت رجل جوزي في كعب الرجل من تحت قلق وشديد، ورحنا كشفنا عند دكتور في عظام فقال لنا دي شوكه عظميه. تمام. فهو ادانا الاول خدنا علاج، وبعدين رجع تاني خد ادينا له حقنه في الكعب، بس مش مرتاح يا دكتور، فهل ده تعب في الاعصاب ولا ايه؟ طيب حاضر. هو الشوكه العظميه في الكعب دي علاجها بسيط جدا، يا اما بيبقى حقن كورتيزون زي ما حضرتك بتتكلمي كده، او بندي بعض الاحيان حقن كورتيزون مع مسكن وبيحصل تليف حواليها وخلاص. ولو الموضوع ما اتحسنش على كده بيتحصل ان احنا نعمل فتح، وده حد من نظام نقاط العظام بيفتح ويشيل العظمه دي خالص والموضوع بينتهي، ومفيش مشكله في هذا الموضوع. معنا دعاء، اتفضل حضرتك. ايوه. طيب نرجع لموضوع اعراض اشتباه وجود ورم المخ. زي ما قلنا ان ممكن يحصل اول حاجه تحصل ضعف في جزء من الجسم، والناس تشتبه انه جلطه فيعمل اشعه فيبان انه ورم. في الحاله دي المرض لما بياخد بعض الادويه اللي يسموها الديهايدريتنج ميجر، من ضمنها كورتيزون، من ضمنها لازكس، من ضمنها الحاجات دي، وحاجات لمنع حدوث التشنجات، المرضى بتحسن جزئيا لحد ما نتعامل مع هذا الورم ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. وزي ما احنا قلنا قبل كده كل حالة على حدة، مش كله زي بعضه. طيب في اعراض تانية بتظهر فجأة على المريض وما عندوش حاجة، زي مثلا ما عادش بيعرف يبلع، او ما عادش بيسمع، او حصل شلل في العصب السابع. ده جزء مع بعضه مركب كده، ممكن يبقى بقى ده ايه، حاجة اسمها سيريبلو بونتان انجل، ورم ما بين جذع المخ والمخيخ بيأثر العصب السابع أو عصب السمع، ولما بيكبر بشكل كبير قوي يبدأ يأثر على أعصاب البلع. والمريض ده بيشتكي من أول حاجة طنين في الودن مع العصب السابع، أو مع صبع في البلع، أو مع ضعف في الجسم لو بدأ يحصل ضغط على جذع المخ. زي ما بنقول الأعراض دي ممكن تبقى موجودة عند بعض الناس ومش موجودة عند ناس تانية، وتظهر بشكل بطيء ومتدرج عند بعض المرضى، والبعض الاخر ما يشتكيش الا لما يحصل الورم ده بقى حجمه كبير قوي وضغط بشكل كبير. معنا اتصال. امه الله فطر حضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف لو سمحتي، انا عندي بنت عندها 15 سنه. ايوه. بس بتعاني من رياله، يعني على طول كل ما تيجي تتكلم بتنزل كميه رياله كتير. ومن صغرها بعالجها والرياله دي ما بتنشفش نهائي. طبعا. يعني هي دلوقتي في اولى ثانوي بس نفس الرياله، وقدرتها في الحساب ضعيفه جدا وكل كده. طول عمرها كده؟ عندها 15 سنه. هي طول عمرها كده يعني؟ من اول ما اتولدت؟ اه طول عمرها كده من وهي صغيره، بس كل ما اروح لدكتور، يعني رحت لدكاتره كتير. طيب. الكل يقولوا ان هي عندها ضعف بس في الفقرات، عايزه تاكل لبان، لا مش عايزه كده.
ولكن ما فيش فايدة برضك، نفس الكمية كل ما تيجي تتكلم كمية ريالة كبيرة جدا. طيب قدرتها في التعليم ايه؟ ايه؟ قدرتها التعليمية اخبارها ايه؟ في لا مش وحشة، مش يعني هي بتنجح مش بزق يعني. طب حضرتك عملت لها اشعاعات قبل كده او عملت لها ايه؟ عملت لها اشعاعيه مقطعيه على المخ. وبان فيها ايه؟ طيب بعض الحالات اللي بيحصل فيها زي الاعراض دي كده، في اعراض متشابهه تانية لنفس الموضوع، هو ده يمكن خارج موضوعنا شويه، لكن يمكن حصول بعض الحالات ان يحصل فيها ايه؟ عدم التركيز بشكل مستمر في التعليم، ومعاه زياده في افراز السائل او اللعاب او الرياله زي ما بتتكلم. الكلام ده بيبقى مرتبط بنشاط الخلايا الذهنيه. بندي في الحاله دي بعض الادويه اللي بتنشط خلايا المخ بشكل زياده شويه، ما لم يكن زي ما بتقول برضه في تشنجات، لان لو في تشنجات او كهرباء زياده في خلايا المخ ما بقدرش يؤدي بنشاطات المخ. لما بدي منبهات المخ بشكل زياده بيتحسن عندها موضوع الافراز ده، لان بيبقى عدم التناسق ما بين السمبساوي والباراسمبساوي العصبين الموجودين مسؤولين عن موضوع افراز اللعاب. لما بنبههم وبنشط خلايا المخ بيتحسن ده ويتحسن ده، يتحسن القدره الذهنيه ويتقلل شويه افراز الكميه دي. وكل ما بنشط الخلايا وبتابع المريض ده بالادويه بيتحسن حالته. معنا ام عمر، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور سامي، دكتور انا عندي زوجي مشكله في رجله، ان هو دايما لو طلع سلم او بعد مجهود اليوم بيبقى تعبان جدا، وبيقول ما بقاش قادر يفرد رجله وبيبقى تعبان. او المهم ان كشف اكتر من مره وعمل اشعه، قال ان هو عنده خشونه في الركبه وكده. بس طبعا الدكتور قال له علاجك انت ما يبقاش في، ما تسوقش عربيه او ما انت ما تطلعش سلم او كده. لكن برضه تعبان يعني مع طيب هو الالم اللي بيشتكي منه لما يطلع، الالم كله متركز في الركبه ولا بيحصل شد عضل في السمانه؟ في الركبه بس، بيحس ان هو اكن في ركبته ميه سخنه كده، بيقول بحس ان اكن في ميه سخنه في ركبته. طيب بيحصل معاه شد عضل في سمانه رجليه؟ لا مفيش شد عضل ولا حاجه. لا الكلام ده يطلع مع السلم بس، لكن طبعا المشي. نعم مع المشي. لما يمشي شويه مش لما يمشي شويه يحصل نفس الالم مع المشي؟ ايوه لما يمشي او يطلع سلم او مع المجهود بتاع اليوم ده بيحس بالالم الشديد. بس في بعض الايام بيبقى تعبان جدا، الالم ما بيبقاش متحمل الوجع خالص، فقالوا ان هي خشونه وخد علاج طبعا ما ارتاحش، لان قالوا العلاج بتاعه ده الشديد في ان هو ما يطلعش السلم او ان هو ما يركبش. طبعا السلم مش ممنوع، وفي نفس الوقت السياره برضه بيركب سياره وكده. هو عمره قد ايه؟ هو يعني 38 سنه بس. طيب بص حضرتك، هو خشونه المفاصل ومن ضمنها مفصل الركبه ده بيهم قوي النصايح اللي بتصاحب المريض ده. زي ما الدكاتره بيوصوك كده، مثلا طلوع السلم والنزول، سواقه العربيه، ان الواحد ينط او ياخد سلمتين وهو نازل لو اضطر، ان الواحد يحمل على رجله على رجل، ان الواحد يشيل حاجات تقيله في ايديه. الكلام ده كله بيأثر على خشونه الركبه، وبننصح بعدم حدوث الحاجات دي. في نفس الوقت في بعض الادويه لو الخشونه دي في حاله بسيطه في الاول، ما هياش في حاله متقدمه، بياخد علاجات من 3 6 شهور بتحسن، وتقييم الحاله بيبقى على دكتور العظام. الحكايه دي مهمه، لان لما بيتساب مفصل الركبه بالخشونه البسيطه في الاول وبتحسن فتره ويرجع فتره وبنهمل في المتابعه، بيحصل تاكل في المفصل، وبضطر بعد كده لحاجات ثانيه نعملها في مفصل الركبه. معنا اتصال. ام اسراء اتفضلي حضرتك. الو. ايوه. ام ندى لو سمحت. ام ندى اتفضلي حضرتك. ام ندى حضرتك اتفضلي. اتفضلي يا ام ندى. لو سمحتي، انا عندي بنتي انا عندي بنتي عندها نسبه ضمور في المخ مأثره على الحركه عندها. تمام. فهي المشكله بتصحى الصبح شاده رجليها قوي، ولما بتشد رجليها قوي صاحيه من النوم ومتاخره في الحركه، يا دوبك بتحبي دلوقتي. عمرها قد ايه؟ عمرها 3 سنين، وزنها تقيل قوي يعني هي تخينه قوي، فاحنا بنحاول نخسسها مش عارفين. هي مولوده طبيعي ولا قيصريه؟ لا مولوده طبيعي حضرتك. ودخلت حضانه؟ لا ما دخلتش حضانه، بس اتزنقت في الولاده. تمام. ف
فاحنا حضرتك مش عارفين يعني هنعمل ايه دلوقتي. هي بتحبي دلوقتي وبتقف شويه كده بس يعني مش ما بتطولش في الوقف. طيب بص يا منى، ده هو الحالات اللي بقى عندها ضمور في المخ بالشكل ده بيسموها سي بي. السي بي ده ليه معامله خاصه غير الطفل المتاخر في مراحل النمو بتاعته. بمعنى ايه؟ احنا بنتابع بعض الادويه وبنتابع علاج طبيعي وممكن نعمل عمليات استطاله لاوتار العضلات لو في مشكله في الوقفه او في فرد الرجل. الكلام ده كله بيدي نسب تحسن متفاوته حسب حاله كل مريض. ولما تبدا هي تتحرك هيبدا وزنها نفسه يخف. حضرتك الحالات دي بتمشي ولا ايه؟ يعني ممكن تمشي ولا ممكن تمشي؟ لا ما تمشيش. لا ممكن تمشي، بس الفكره كلها ان الموضوع بياخد وقت طويل شويه والمتابعه. رجوعنا تاني لموضوع اعراض او وجود بعض الاعراض التي تؤدي الاشتباه لوجود ورم في المخ. في حاجات تانية يمكن قليله شويه واكثرها بيبقى موجود في الستات، وهو اورام الغده النخاميه. واورام الغده النخاميه دي كده مشهور قوي مع ربنا الستات اللي بيحصل عندهم نوع من تاخر الانجاب، ودكتور النساء بيقول لها اعملي اشعه مثلا ولا حاجه، يبدا يبان ورم ضغط على الغده النخاميه، ما بتفرسي بعض الهرمونات او بتفرز هرمونات تانية بشكل زياده شويه، بتاثر على عصب العين، ويبقى اول تاثير موجود هو تاثير على عصب العين. التاثير ده لما بيحصل بيفقد جزء من مجال الابصار. بمعنى ايه؟ يعني انا ببقى شايف بص قدامي كده لكن شايف على الجنبين صوره مش واضحه لكن شايف. لما ابدا اشوف ستاره سودة في الجنب كده لا ما ينفعش اناسب الحكايه دي، ولازم اهتم واروح لدكتور رمد واعمل اشعه ويشوفني ويقول لي ايه الموضوع عندي ايه. بيبقى فقد جزء من مجال الابصار. اتصال فضل حضرتك مؤمن. ايوه مع حضرتك يا دكتور. اتفضل حضرتك. لو سمحت انا جاري تعبني عندي الفقره من 1 لـ 5. ممكن تعلي صوتك شويه؟ بقول لحضرتك ظهري الفقره عندي الفقره من 1 لـ 5 تعبانه. تمام. عملت اصابه بالرنين، قالوا ان المفروض من 4 سنين كنت اعمل عمليه. تمام. فهي زادت دلوقتي عليا تعب جامد، وحصل تنميل خالص في نص الشمال في الناحيه الشمال كلها. من عند الدراع من فوق من الكتف من فوق لحد الرجل كله نص الشمال تاني. فدلوقتي بيقولوا حصل تعبات جامد في الاشعه بينت ان في تعبات في الغضاريف من 1 لـ 5 ومأثره على العصب خالص الشوكي. فهم خوفيني من العمليه، فكنت عايزه اطمن لو يعني العمليه دي تنفع تعمل ولا لا. طب الالم عندك في ظهرك وبدا يظهر في كتفك ودراعك؟ حضرتك والرجل كده من عند الفخذ تنميل جامد وتعب خالص مش قادر خالص ولا طيب. بقدر انام على ظهري ولا بقدر اقف كتير ولا بقدر امشي. بص حضرتك، هو لو في مشكله في فقرات الظهر هي بتاثر على الظهر وعلى المقعده وعلى الفخذ وعلى الرجلين. ايوه حضرتك. لكن ظهور موضوع الكتف والدراع والكلام ده بيبقى خاص بفقرات الرقبه. فعلا انا عملت اشعه الرقبه قال لي في خشونه في الرقبه. تمام. تقييم حالتك بالنسبه لموضوع الرقبه او موضوع الظهر ما فيش فيه مشكله، والعمليات النهارده تقريبا عمليات بسيطه لو هو غضروف عادي، ومتوسطه لو هنعمل تثبيت فقرات ولا حاجه، ولو هتعملي حضرتك عمليه سواء كان غضروف او تثبيت فقرات او كده بتعمليها وان شاء الله تقدري تمشي تاني يوم العمليه على طول، تتحرك وتمشي، الا اذا كان فيه هشاشه زياده شويه فبنضطر ان حضرتك تلبسي حزام او كده. على كل العمليات ما فيهاش اي مشكله، لو حجم الغضروف او الخشونه الزياده عامله ضغط على الاعصاب او الحبل الشوكي بدرجه كبيره وما ينفعش فيها علاج. تقييم الحكايه دي على الدكتور وعلى الاشعه. زي ما كنا نتكلم على موضوع اورام الغده النخاميه وبدايه تاثيرها على افراز الهرمونات والضغط على عصب العين. في بعض الحاجات المتشابهه مع النقطه دي كده اللي هو زياده في ضغط السائل بتاع المخ اللي هو سي اس اف. لما الضغط بتاعه بيزيد ممكن يعمل ارتشاح في عصب العين، واحيانا يقلل برضه الرؤيه، مش مجال الرؤيه نفسها لكن الرؤيه نفسها ما فيهاش شبوره، يبقى في زغلله في العين. الكلام ده ما بقدرش اعرفه الا لما اعمل فحص قاعين واعمل اشعه على المخ استبعد وجود حاجه ضغط على عصب العين، وفي الحاله دي لها تعامل تاني غير موضوع اورام المخ. حتى بيسموه اشتباه الاعراض دي كده بيسموها بناين انكريز انترنال تنشن او سوتيومرس براي اللي هو اشتباه ورم كاذب في المخ. الكلام ده كله التعرض ليه ما بينفعش عن طريق المريض نفسه، يعني ما ينفعش مريض ينصح مريض، ما ينفعش واحد يقرا شويه كده ويقول لك اصل انا عندي كذا وعندي كذا، لان بيحصل اختلاط في وجود الاعراض عند الشخص ده ويركب على نفسه اعراض تانية.
واحسن حل بيبقى حد من الاطباء المتخصصين بيثق فيه يروح له ويشرح له الموضوع لو في حاجه لا قدر الله بيشرحها له بالتفصيل وبالتدريج واحده بواحده وبنقول له لو في كذا هنعمل كذا لو في كذا من كذا ولو بنعمل اشعه ويبان له لا في كذا او ما فيش كذا والتدخل بتاعها والتدريج بتاعها يبقى كذا. الكلام ده للامان للمريض قبل وبعد العمليه لان في بعض الناس بيبقى عنده ورم مثلا لا قدر الله ما بين جذع المخ والمخيخ وضغط له بشكل كبير على جذع المخ ومتخيل ان دي حاجه سهله وممكن تتعمل وعلى العكس تماما لما بيسمع كلمه ورم في المخ لا ده حاله ميؤوس منها والمريض ده خلاص مجرد ايام بيعديها. يمكن الكلام ده كله محتاج تفاصيل وكل مريض على حده. ارجو ان اكون اوضحت بعض النقاط لاشتباه الحالات دي كده ما بين العلاج الجراحي او المناظير او الاشعه. اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا.